بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعليه صحبه أجمعين. أما بعد، أنا أبارك لجميع الراغبين في تحسين الوضع الأكاديمي خروج والانتهاء من قانون الجامعات الحكومية اللي تم التصويت عليه أمس، وهو يعتبر مظلة العامة لإنشاء الجامعات الحكومية بالمستقبل. ركزوا معي، لإنشاء الجامعات الحكومية ولا سواها. اللغط اللي حاصل، وللأسف أن البعض ما أعرف يعني كيف يقرأ الأمور أو كيف يترجمها، وحتى على موضوع المانشيتات الخاصة بالصحافة بأن ركزت أيضا على أن القانون ليس أو القانون الجامعات يمنع الاختلاط، أسقط قانون الاختلاط، وهذا غير صحيح. وأستغرب أيضا أن بعض الأكاديميين أو المختصين يقرون المانشيتات ولا يقرون القانون بدقة وبصحة. وأنا أثني على جميع الأخوان اللي بالفعل تكلموا ودافعوا عن هذا القانون حتى وإن كان أيضا ليس مقتنع. وأستشهد بكلام الأخ الفاضل أخوي محمد هايف اللي ذكر بأن قانون منع الاختلاط موجود وقائم في قانون 24/96. أولا، منطقيا بسأل سؤال واحد، حاليا الوضع في جامعة الكويت هل هو المعمول فيه وفق لقانون قائم أم لقانون مستقبلي؟ الإجابة أكيد على أنه على موضوع أو قانون قائم، هذه الإجابة. العارف بالأمور هذه إجابته. مرة ثانية السؤال، هل المعمول فيه في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس الخاصة اللي نص عليها القانون 24/96، هل هو الذي ينظم هذا العمل أم هناك قانون آخر غير؟ طيب، هل هناك قانون آخر غير قانون 24/96 معني بالاختلاط؟ مرة ثانية، هل هناك قانون أي كان هذا القانون معني بالاختلاط غير قانون 24/96؟ الإجابة لا. هل هناك قانون تم إلغاءه خاص بالاختلاط؟ الإجابة لا. لذلك أرجو عدم انتزاع الفرحة للمهتمين وأيضاً للراغبين في تحسين الوضع التعليمي والأكاديمي في الكويت والطلبة والمعنيين بأن ينصب كل الاهتمام على مادة أساساً هي مو موجودة في القانون. لذلك أكرر السؤال، ما الوضع حالياً؟ على أي أساس يتم الدراسة بالكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون؟ هذا القانون 24/96 المادة الأولى، سأقرأ المادة الأولى بوضوح. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 29/66 في شأن تنظيم التعليم العالي، هذا تم إلغاءه القانون الجديد لأنه ينظم التعليم العالي فقط لا غير، لا شأن، ليس له علاقة أو شأن في موضوع الاختلاط من عدمه. وعلى القانون رقم 63/82 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهذا أيضا ليس له علاقة في القانون، ليس من بعيد أو من قريب. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى، في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، يقصد فيه سنة 96، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة. مادة 2، تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازمة توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.
أما ما يخص وزارة التربية، تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلائم مع القيم الإسلامية. هذه المادة رقم 3. هذا هو القانون، وهذه ديباجة قانون الجامعات الحكومية. تنص نصا صريحا بالاعتداد والرجوع والتأكيد على القانون رقم 24 على سنة 1996 اللي قرأت المادة الأولى والثانية والثالثة منها. هذا هو القانون المعمول، وهذا التأكيد على القانون بأن يستند ويؤكد عليه، وهذا موجود في ديباجة قانون الجامعات الحكومية الحالي. وهذا هو القانون المعمول فيه حالياً. هذا القانون لم يمس، بل تم التأكيد عليه من الديباجة. أعتقد بأن هذا الكلام واضح. من يريد أن يتحدث لأسباب شخصية أو أسباب انتخابية فأرجو أن يبتعد عن الموضوع هذا. تحب تكره هذا شأن، أنت ملزوم على تبرير أو تعبير عنه في أي يعني موقف، خاصة لما يتعلق الموقف في مصلحة الكويت، مصلحة مستقبل أو أيضا مستقبل عيالنا، مستقبلنا الأكاديمي والتعليمي. يفترض أنك تبتعد عن هذه الأمور. إن كان في قلبك شيء، إذا كان في شيء تحب أو تكره فلان الفلاني، تحبني تكرهني، هذا ما له شأن في الموضوع. التجرد والموضوعية هي اللي يفترض أنها تكون هي الحكم. لذلك أنا مو أستغرب من بعض الناس اللي يفترض فيهم الأمانة حتى في النقل، ولكن أستغرب أيضا من بعض الناس اللي كاتب لي والله أستغرب من فلان مؤيد ومعارض هذا القانون وهذا القانون الجديد. هذا موجود وهذا أكد عليه. في قانون آخر غير هذا القانون، هذا خاص بالاختلاط، الإجابة لا يوجد. ما هي القوانين المعمول فيها حاليا خاصة بالاختلاط غير هذا القانون؟ الإجابة لا يوجد. لذلك قليلا من الحيادية وأيضا العقلانية وأيضا الحديث المنطقي. إذا احنا بنبني دولة فهكذا تبنى الدول، أما بالمشاحنات وأيضاً قرب الصراع الانتخابي أيًا كان والدخول في هذه المعمعة، فهرجوا بعادة عن مثل هذه القوانين. هذه قوانين بتجرد تقريباً 60 اجتماع على مدى الفترات السابقة خاص بهذا القانون وخاص بتداولاته ومراجعته وأيضاً النظر فيه. أنا أتحدى أيًا كان يثبت بأن هذا القانون يلغي قانون الاختلاط الخاص ب 24 على 96. هذا موجود القانون وهذه الديباجة. طيب، ما هي القوانين اللي صار عليها لغط في المادة 41؟ مادة 41 تنص على التالي: تلغى القوانين رقم 29 على 66، هذا اللي ذكرت لكم في قضية تنظيم التعليم العالي، أيضاً ليس لها علاقة بجامعة الكويت مباشرة، ولكن تنظيم التعليم العالي، وأيضاً هذا لا يمكن الاعتداد به لإنشاء جامعة حكومية هذا القانون. لذلك عند وجود هذا القانون الخاص بالجامعات الحكومية هذا يلغى. ليش يلغى؟ لعدم التعارض. طيب، القانون الخاص ب30 لسنة 2004، هذا القانون المادة الأولى تنص التالي: يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيد العوازم والجدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة يتكون من حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث، وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض. هذه المادة الأولى، تخصيص موقع ومباني. هذا القانون بإلغائه لا يلغي أي قدرة أو نية أو تخصيص مواقع مستقبلية وفق للقانون الجديد، إن كان لجامعات خاصة بالبنين أو جامعات خاصة بالبنات، وليس فقط إنشاء فصلين
أو مبنيين مختلفين. حتى لو أنشأت في وفق القانون الجديد أنشأت جامعة فقط للبنات، فهذا مكفول بالقانون اللي تم التصويت عليه. لذلك يلقى هذا القانون حتى لا يتعارض مع القانون الجديد. أعتقد بأن لا يوجد أي إشارة لقضية قانون منع الاختلاط أو خاص بالاختلاط في قانون 30/2004، إنما هو تخصيص مباني. هذا واحد، هذا ليس له علاقة بالقانون السابق، وهذا القانون لم يعمل به حتى الآن، حتى يتم بالادعاء والمايشيتات الصحفية أو الفوز من البعض بأن والله فزنا في قضية أنها ردت والله الاختلاط. هو القانون هو ما تغير، شنو اللي رد؟ ما رد شيء. وهذا القانون أساساً موجود للمباني، والمباني لم تجهز حتى الآن، في دفعة راح تكون للمباني موجودة فيه. هذا قضية تخصيص مباني. القانون الآخر الذي ألغي هو قانون بشأن إنشاء جامعة جابر، وهذا القانون لا بد له من الإلقاء حتى يتم تضمينه بالقانون الجديد، حتى يكون القانون الموحد هو قانون الجامعات الحكومية. مرة أخرى، ما القانون الوحيد الموجود المعمول فيه معمول به حاليا في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأيضا في وزارة التربية غير قانون 24/96؟ الوضع الحالي هل سيتغير؟ لا. القانون الحالي سيتغير؟ لا. هل هناك قوانين ألغيت لها علاقة بنص هذا القانون؟ الإجابة لا. لذلك التكسب الانتخابي وأيضا الهرطقة الشخصية والشخصانية البعيدة كل البعد عن الحيادية والموضوعية والفوز بمغنم وهمي، هذا مرفوض ونرفضه جملة وتفصيلا، وأكدت على هذا الكلام في مداولة ومناقشة قانون الجامعات بالأمس، وذكرت بأن على الوزير تطبيق ما جاء في هذا القانون، سواء القانون الخاص بالجامعات الحكومية وإنشاء 3 جامعات وفق هذا القانون بتكلفة مالية 0، والالتزام بما نص عليه من قوانين أخرى مثل قانون 24/96، والقاضي بما قرأت لكم بالمواد الأولى والثانية والثالثة. عدا هذا الكلام، أرجو لكل شخص محب لهذا البلد أن لا يدخل الجانب الشخصي في هذه الأمور. تحب عود الروعي تكره عود الروعي، هذا ما له شأن. تبي تنصف فلان، تبي تظلم فلان، هذا ما له علاقة فيه، لا علاقة بالمواد. لذلك التصويت اللي كان أمس، وأنا ذكرت ولا أريد أن أوضح أكثر من هذا الأمر، بأن التصويت اللي كان أمس هو فقط على إلغاء القوانين المتعارضة مع إنشاء الجامعات، وليس له علاقة بالاختلاط. أتمنى أن هذا يكون واضح، واللي عنده حجة غير ما هو موجود في البيان والدليل والمواد اللي ذكرتها لكم فعليه أن يوضح غير ذلك. أما الأمور الأخرى فأرجو النأي وأيضا البعد عنها حتى نتفرغ لبنيان والإسهام في مستقبل الكويت بصورة صحيحة، بصورة موضوعية بعيدة كل البعد عن الحب والكره الوهمي، واللي يتغير أيضاً بتغير بعض المواقع أياً كانت هذه المواقع. أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى أن تكون هذا البيان واضح، وهذا المؤتمر أتمنى على أخواننا الإعلاميين اللي البعض استخدم مانشيتات غير صحيحة وكأن الاختلاط منع لفترة، وحالياً تم رجوع هذا الاختلاط بدون أي قانون بدون أي شيء. لا، هو القانون المنظم المعمول فيه كما هو، وأكد كما هو 24/96، وعلى أي وزير مستقبلي لا يطبق هذا القانون سيساءل مساءلة سياسية، والمساءلة السياسية من نواب الأمة أيا كان هذا النائب. أنا لا أعلم هل أخوض الانتخابات مرة أخرى، هل أحظى بالتمثيل مرة أخرى، هل سيمكنني الوقت من
أيضا متابعة وتطبيق مثل هذا القانون، هذا في علم الغيب، ولكني أنا أؤمن إيمان تام بأن هذا القانون لم يترك شيء إلا وعالجة في الصورة الصحيحة. عدا ذلك ما هو قد يتطور، ما يكون في تطبيق القانون بالمستقبل من أمور تتطلب التعديل وغيره وغيره، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية وأيضا اللائحة المنظمة، لا هذا أمر متروك للنواب. وأيضا حتى القضايا اللي يفترض أن بعد تمرير هذا القانون إذا كان هناك تعديلات حال القانون حال أي قانون آخر، إن كان هناك تعديلات يتم أيضا طرحها وهذا تبنيها من قبل الأخوة النواب. لذلك أؤكد بأن القانون لم يمس بأي حال من الأحوال قانون 24/96 الخاص بالاختلاط أو عدم الاختلاط أيا كان هذا المسمى، ولم يكن له أي دافع إلا أن يكون يخدم البلد وأيضا يطور البلد من ناحية التنظيمية الأكاديمية وإنشاء الجامعات. والقوانين التي ألغيت مرة أخرى هي خاصة بجامعات أو إنشاء وتخصيص مدن جامعية، وهذا يفرق بشكل واضح عن موضوع عدم الاختلاط أو قانون 24/96. لذلك أنا أتحدى أيا كان يثبت بأن هذا القانون ألغى قانون 24/96 أيا كان بالإشارة بالتصريح أو غيره، لكن أتينا مؤكدين بأن وفقا لقسمنا وبرا بقسمنا وأيضا إيماننا بعملنا أيا كان هذا اللغط الذي نحن لسنا مسؤولين عن هذا اللغط ولا سوء الفهم ولا سوء التفسير ولا سوء النوايا، وأيا كان هذا الأمر موجود سواء من قبل بعض الأخوة النواب أو الإعلاميين أو الرأي العام، الحكم بيننا وبين كل من شخص يريد أن يناقش القانون عليه أن يقرأ القانون وثم يناقش، لا أن يكون مثل الحيتان تعيش على السمع، وهذا السمع الله أعلم فيه وأيا كانت نيتهم. نحن إن شاء الله بارين بقسمنا، وهذا الدليل واللي عليه أو عنده حجة فليقمها علينا ما دام هذا القانون موجود بنصوصه ومواده التي لا تعارض ولا تسقط أي قانون سابق لي أو خاص بالاختلاط أو الفصل بين الجنسين. شكرا لكم، وأتمنى أني أنا وضحت، وأعتقد بأن وضحت هذا الأمر أيضا في الجلسة، لكن إن شاء الله أن يكون هذا أيضا التوضيح مفيد للجميع، وأيضا أن يكون بالنهاية هو الرسالة للجميع بأن إذا كانوا ينقلون شيء صحيح ينقلون هذا الكلام ولا يفسرون كلام آخر على هواهم، أو يكون حتى شرهتهم في بعض الأمور بأن والله احنا مستغربين أن بعض النواب يصوتون وكذا وكذا. اقرأ المواد والقانون وبالتالي ارجع للمناقشة. هذا أعتقد بأنه كافي، وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا يا أخوان.